انزين الحين هذا ندش على الميثود مالنا اللي هو الفولتج والكرنت ديفايدر. تعلمنا الاساسيات خلاص. الفولتج ديفايدر يعني شنو؟ احنا متى عندنا الفولت يتوزع على المقاومات؟ يعني الحين مثلا اذا كان هذا الفي اس اوكي متصل بمقاومات ان سيريس، شويه من الفولت هذا راح يروح مني، وشويه من الفولت هذا راح يروح مني، وشويه من الفولت هذا وين راح يروح؟ راح يروح هني. يعني اذا كان هذا 50 مثلا 10 20 راح يصير هذا 20 عشان مجموعهم يكون 50، فهذا كله راح يتوزع هني وهني وهني. انزين كم بالضبط او ايش كثر بالضبط راح يتوزع فولتج هني؟ ايش كثر بالضبط راح يتوزع فولتج بني؟ ايش كثر بالضبط راح يتوزع فولتج هني؟ قبل ايش كنا نسوي؟ نفرض تيار اللي هو اي اس صح، ونطلع الاي اس، بعدين نقول الاي بالار ونطلع منه الفي. الحين عندنا طريقة جديدة تخلينا نطلع الفولتج على أي مقاومة بدون الآي أصلاً، بدون ما أعرف الآي، اللي هي نسميها فولتج ديفايدر. أوكي طريقة شو تقولي؟ تقولي الفي عند المقاومة اللي تبينها، مثلاً خلنا نفرض هذه المقاومة اللي بيها. أوكي الفي هني يساوي هو الفي الكبير اللي قاعد يتوزع عليها. يعني شنو؟ على أحبها شوي أشرح، على المقاومة اللي قاعدة أحسب الفي عندها، على حاصل جمع كل المقاومات السيريس. الميثود مالي شي يقول لي؟ مو قاعد يقول لي إن هذه البطارية اللي هي الفولتج راح يتوزع هني وهني وهني. هذه عبارة عن big volt، big volt يعني big volt قاعد يتوزع على مقاومات سيريس. هذا الفولت كله راح يتوزع مني ومني ومني، صح ولا لا؟ فهذا الفولت أسميه big volt. من الفولت اللي أقول عنه بيج فولت؟ هو الفولت اللي قاعد يتوزع على المقاومات السيريس، بس المقاومات السيريس. إنزين وبعد شنو شرط البيج فولت؟ بعد إن هذا البيج فولت لازم يكون متصل بداية أول مقاومة ونهاية آخر مقاومة. عشان أقول عن هذا بيج فولت، اول شيء لازم يتوزع على مقاومات سيريس، ولازم بدايته مع بدايه اول مقاومه ونهايته مع نهايه اخر مقاومه. عشان اقول عن اي فولت بالدنيا، مو شفت سورس، عن اي فولت بالدنيا بيج فولت، لازم يكون متصل بدايه اول مقاومه ونهايه اخر مقاومه، ولازم المقاومات شو تكون؟ ان سيريس. قانون الحين شي يقول لي بدون ما تعرفين الآي تقدرين تطلعين الفولتج على أي ريزيستر، بس بدلالة البيج فولت وقيم الآر اللي عندك. شلون؟ قلنا نطبق هذا القانون. شلون إذا نطبق هذا القانون؟ الفي عند المقاومة اللي أبيها يساوي موجب أو سالب البيج فولت اللي قاعد يتوزع عندي، على المقاومة اللي أحسب الفولت عندها، على حاصل جمع كل المقاومات السيريس. على أي أساس موجب وعلى أي أساس سالب؟ موجب وسالب على أساس إشارة دخول التيار، على أساس إشارة الدخول. إشارة الدخول موجبة راح يكون موجب القانون، إشارة الدخول سالبة راح يكون سالب القانون. خلنا نطبق مثلا شروط تطبيق الفي ديفايدر، إن لازم المقاومات تكون إن سيريس، والبيج فولت هذا مالي لازم يكون متصل بداية أول مقاومة ونهاية آخر مقاومة. البيج فولت هو الفولت اللي قاعد يتوزع على المقاومات، مو شرط يكون سورس. إنزين لو بطبق الفي 1، يلا منو البيج فولت اللي قاعد يتوزع على المقاومات الثلاثه اللي هو الفي اس صح؟ انزين الفي 1 انا بحسب الفولتج عند في 1، احنا مو قلنا هني في اكس هني ار اكس، فانا قاعد احسب في 1 شنو احط هني؟ ار 1 هني 1 1، على حاصل جمع الار اكوفالنت اللي هي كل المقاومات السيريس عباره عن ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. انزين اشيك على الاشاره الحين موجبه ولا سالبه، خلينا نشوف التيار شلون قاعد يدخل في 1 قصدي ار 1 اللي انا قاعد احسب الفي عندها. التيار قاعد يمشي كذي، قاعد يدش بالطرف الموجب، فراح يصير بلس. انزين خلينا نطبق حق في 2، منو البيج فولت اللي قاعد يتوزع على في 2 اللي هو الفي اس. انزين قاعد احسب الفي 2 عند ار 2 على حاصل جمع كل المقاومات السيريس. تطبيق سهل حق القانون. انزين موجبه ولا سالبه، خلينا نشوف التيار شلون قاعد يدخل ال R2، قاعد يمشي كذي، قاعد يدخل بالطرف السالب، فراح احط شنو؟ سالب. ضروري تنتبهون حق الاشاره، لان اشاره واحده راح تضيع لي المساله كلها.
انا عشان ما انسى شنو مسميه الميثود هذا فولتج ديفايدر راعي الاشاره، يعني انتبه للاشاره. بعد ما اطبق الفولتج ديفايدر بعدين اشيك شنو على الاشاره. شوف المثال هذا، مثلا هني هذا عندي الفولت، وهذه عندي ار1، وهذه عندي ار2، وهذه عندي ار3، وهذه عندي ار4. هل اقدر، هل هذا الفولت اللي بسميه مثلا في اس، هل هذا الفي اس اقدر اقول عنه بيج فولت؟ اشوف شروط البيج فولت. قلنا شنو شروط البيج فولت؟ لازم متصل بمقاومات ان سيريس، لازم ماسك مقاومه، لازم ماسك بدايه اول مقاومه ونهايه اخر مقاومه. انزين، هل هذول ان سيريس؟ سيريس يعني شنو؟ يعني التيار، التيار اللي يمر مني اوكي، وهو نفس التيار اللي قاعد يمر مني، ولكن التيار لما يوصل هنا ايش راح يصير فيه؟ راح يتفرع، معناته التيار اللي مر هني غير التيار اللي مر هني، معناته ما اقدر اطبق الفولتج ديفايدر. انزين، لما يمر التيار مني، التيار مني راح يصير في عندي في 2 صح؟ في 2 هذه عندها مقاومتين ان سيريس، في 2 متصله ببدايه اول مقاومه ان سيريس ونهايه اخر مقاومه ان سيريس. اقدر اقول عنها بيج فولت ولا لا؟ اي اقدر اقول عنها بيج فولت لانها تحققت شروط البيج فولت. منو قال ان البيج فولت لازم يكون سورس؟ ما حد قال، ما حد قال، ما حد قال. البيج فولت شنو شروطه؟ هو فولت متصل بمقاومات ان سيريس، متصل بدايه اول مقاومه ان سيريس ونهايه اخر مقاومه ان سيريس. احد قال لازم يكون سورس؟ ما حد قال لازم يكون سورس. فانا لو بطبق البيج فولت هنا قانون سوري الفولتج ديفايدر، مثلا ابي الفي 4. زين، الفي 4 ايش راح يكون؟ قلنا اول شيء نطبق قانون الفولتج ديفايدر بعدين نشيك على الاشاره. الفي 4 منو البيج فولت اللي قاعد يتوزع عليها، اللي قاعد يتوزع على المقاومات ان سيريس؟ هذا صح، اللي متصل بدايه اول مقاومه ونهايه اخر مقاومه. فالفي 2 هو البيج فولت مالي، على انا قاعد احسب في 4 على ار 4 على حاصل جمع المقاومات السيريس اللي قاعد يتوزع عليهم البيج فولت. هذا هذا قاعد يتوزع على منو؟ قاعد يتوزع على هذا وهذا صح، فاجمعهم تحت. بعدين اشيك على الاشاره. انزين، في 4 انزين على اساس قلنا دخول التيارات، دخول التيار اليها صح ولا لا؟ على اساس اشاره دخول التيار اليها. انزين، هذا البيج فولت مالي، لو في تيار راح يمشي من السالب للموجب كذي، يعني بعدين راح يصير كذي، بعدين كذي، بعدين كذي، فهو قاعد يدخل بالموجب، صار موجب. اوكي، هذا بس الفولتج ديفايدر. ما حد قال ان الفولتج ديفايدر او البيج فولت لازم يكون سورس، هذا اهم شيء لازم تعرفون. اوكي اوكي، الحين نجي حق الميثود الثاني اللي هو كرنت ديفايدر. نفس الشيء، فكره الكرنت ديفايدر شنو؟ ان تيار كبير قاعد يتوزع، متى التيار يتوزع؟ يتوزع بالبارلل صح ولا لا؟ ما اقدر افرض تيار كذي، ما اقدر اقول هذا التيار المر مني ينزل مني ومني ومني. غلط، قلنا احنا ما نفرض تيار بسلك فاضي. فكره الكرنت ديفايدر شنو؟ بيج كرنت قاعد يتوزع بمقاومات ان بارلل. فعشان انا احسب انزين اي كرنت مار، قبل كنا نطلع الفولتج، بعدين شنو؟ باستخدام قانون اوم نطلع الاي عند اي ريزيستر نبيها. الحين يقول لنا تقدرون تطلعون الاي بدون ما تعرفون الفي باستخدام الكرنت ديفايدر. انا وش يقول لي؟ يقول لنا الاي اكس اللي هو الاي اللي انت تبين تحسبينه يساوي موجب او سالب الاي الكبير اللي قاعد يتوزع على المقاومات البارلل مضروب من منو؟ الار اكويفالنت، الار اكويفالنت الاي ار اللي هي المقاومات اللي ان بارلل. شنو قانون الار اكويفالنت ان بارلل؟ 1 اوفر ار بلس 1 اوفر ار كذا على الار اللي انت قاعد تحسبين الاي عندها. حلو، فلو انا بطبق القانون على اي 1، ابي اوجد اي 1، القانون ايش يقول لي؟ يقول لي التيار الكبير اللي قاعد يتوزع منو هو؟ اللي هو مثلا اي اس مضروب بمنو؟ بالار اكوفلنت اللي هي كل المقاومات البارلل، كل المقاومات اللي قاعد يتوزع عليها التيار. من المقاومات اللي قاعد يتوزع عليها التيار؟ هذه وهذه وهذه، فلازم اجيب لهم اكوفلنت. ف1 بلس ار1 اوفر ار1 على ار2، هذه الار اكوفلنت على الار اللي انا قاعد احسب الاي مالتها اي1 اللي هي قاعد تمر بار1. اشيك الحين على الاشاره، الاشاره على اساس حتى موجب وسالب، على اساس اتجاه التيار. إذا كان مع اتجاه التوزيع يكون موجب، إذا كان عكس اتجاه التوزيع يكون سالب. عكس اتجاه التوزيع أو مع اتجاه التوزيع، مو اتجاه البيج فولت، لا يعني البيج كرنت سوري، يعني مثلا التيار مو قاعد يمشي مني، المفروض وين يروح؟ المفروض يروح مني ومني
ومني، لكن هذا رايح عكس الإشارة، فلازم أحط شنو؟ رايح عكس التوزيع، عكس التوزيع، فحط راح أحط له شنو؟ سالب. خل نطبق القانون راح يصير أوضح. الحين الـ I1 مع اتجاه التوزيع ولا عكس اتجاه التوزيع؟ فعلاً هو مع اتجاه التوزيع، تيار يمشي مني مفروض ينزل، وهذا فعلاً نازل، فراح يكون موجب. لو بطبق حق I3 نفس الشيء، من الـ Big I عندي اللي هو الـ IS على حاصل المقاومات البارلل كلهم اللي هي 1 plus R1 over R2 R3 على الـ I الـ R اللي أنا قاعد أحسب الـ I عندها اللي هي R3. انزل موجب ولا سالب؟ اشوف التيار اللي انا قاعد احسبه هذا مع اتجاه التوزيع ولا عكس اتجاه التوزيع، راح يكون عكس اتجاه التوزيع، مفروض انه نازل لكن هو صاير فيه صاعد، فراح احط له ماينس على اساس هذه القاعده. اوكي، فمتى اقدر اطبق الكرنت ديفايدر؟ لما يكون عندي بيج اي يتوزع على شنو؟ يتوزع على مقاومات ان بارلل.